ايه سوس؟ ايه روح سوس؟ عامل ايه؟ I'm fine, thank you. طيب عايز اسألك شوية اسئلة كده. كده انا على الهوا ولا ايه؟ اه. طب مش تديني اي حاجة بنت الناس؟ ما عادي بقى. اوكي تمام, مثلي على عندك. ماشي, بيسلم عليكم. ماشي, بص يا سيدي. اول حاجه, مصطفى مسميكي ايه على الموبايل؟ مصطفى ايه؟ انت مسميني ايه على الموبايل؟ لوف. ماشي, انا مسمياك ايه على الموبايل؟ هارت. طيب كنت في الخطوبه, طيب في الخطوبه مثلا كنت مسميني ايه في الخطوبه؟ اه, انا طول عمري مسميك لوف يا روحي. طيب اول هديه جبتها لي؟ اول هديه جبتها لك كانت ورد. ماشي, فاكر يوم ولاده زين كانت الساعه كام؟ اه طبعا الساعه 9 الصبح. اوكي. انا كام كيلو؟ انا كام كيلو؟ انت كام كيلو؟ اه ما بلاش الاسئله اللي تكسف. انت كام كيلو؟ انت حاجه و50 كيلو حضرتك. انت بتقولي اسكت خالص, اسكت خالص. اول وقعه. لا مش وقعه, انا بس انا بهزر. طب قول. يعني انا بحاول استوريك شويه. لا لا انا قلت خلاص. طيب حاجه و40. حاجه و40. ماشي. طيب انت فاكر اول يوم اتقابلنا فيه؟ فاكر طبعا. اه فاكره هو, بس مش فاكر تاريخه طبعا. فاكر تاريخه. هو كان في الشتاء. تمام, كان شهر 12. كان شهر 12 2012. يمكن, مش فاكره خالص. كان شهر, لا كان شهر 11 2012. وتاريخ جوازنا؟ تاريخ جوازنا 4/4. يعني هزر ولا ايه؟ طبعا مش فاكر اول يوم عرفنا فيه انه ان انا حامل في زين. لا يا حبيبتي, لان انت ما يعني ما اعرفش انت قلت لي يومها ولا بعدها بيوم. قلت لك يومها. صحيتك من اول, قلت لك اصلا. انا فاكر طبعا اليوم بس مش فاكر تاريخه. لا اه ولا انا تاريخه. عيد ميلاد امي امتى يا مصطفى؟ انا ما اعرفش عيد ميلاد امي انا يعني. برافو يا سوس, برافو. حماتي العزيزة, معلش مش عيد ميلاد امي انا. برافو عليك. ماشي خلاص, انت نجحت.